43 12 الجزء هنالك اشواطنا الرئيسيه لسنه اللقاء. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء في كل مكان، انطلاقه شوطنا وشوط الختام وختام همسك انطلاقه شوط الثامن خاسرة الثنايا والزمول. هنالك الاسماء قويه واسماء مميزه هنالك مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء في كل مكان. نلحق هناك المقدمه والصداره، هنالك شاهين ومنصور بن عبد الله العطيه، من يقدم لنا شاهين في هذا ال، ولكن هنا التسلل من الشقب للشقب بالفعل، وعبد الرحمن بن عويج المري من يقدم لنا هذا الاسم الكبير والاسم المتميز، لكن هنا المتسللين بالفعل شاهين وسعد بن عجيان المري. هنالك الاسماء القويه والاسماء الحاضره التي تكون حاضرا بانطلاقتها الكبيره. رابع المراكز هنالك المتحد وجمع الكباشي، من يقدم المتحد هنا في هذا الشوط شوط الختام وختام همسك. نلحق المقدمه والصداره مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء في كل مكان. هنالك الصداره شعار مميز يحمل قوه التحدي والمنافسه، مبعد بالفعل شاهين. هنالك شاهين للسيد منصور بن عبد الله العطيه واحمد بن راشد، من هنالك يراقب بالعين المجرده. وثاني المراكز وصل شاهين للسيد سعد بن عجيان المري، وثالث المراكز وصل هنالك الشغب بالفعل عبد الرحمن بن عويج، من يقدم لنا هذا الشغب بالفعل الشغب بالفعل. ورابع المراكز هنالك وصل المتحد للسيد جمعة الكباشي، من يقدم المتحد بالفعل، ولكن لنا عودة إلى المقدمة وإلى الصدارة. هنالك اللي انفرد شاهين وسعد بن عجيان المري، ولكن هنالك التسلل لثاني المراكز، وصل الشغب بالفعل ليكون مشاغبا لشوط الختام. وعبد الرحمن بن عويج من يقدم الشغب، ولكن هنا بن عجيان هنا يقول انا ابي المقدمه وابي الصداره. هنالك شاهين وسعد بن عجيان المري، وثاني المراكز تراجع الشغب بالفعل لسيد عبد الرحمن بن عويج، وثالث المراكز وصل شاهين للسيد منصور بن عبد الله العطية، ورابع المراكز وصل المتحد وجمع الكباشي في رابع المراكز، ولكن لنا عودة إلى المقدمة وصدارة. هنالك الله الله شاهين شاهين وسعد بن عجيان المري، من يقدم شاهين، ولكن هنالك ثاني المراكز تراجع الشقب بالفعل الشقب، هنالك تراجع ولكن وصل وصل هنا مشاهدينا الكرام، وصل هنا مبعد 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 بالفعل وجابر بن محمد بن جوير، ولكن اشرد يا شارد اشرد يا شارد. سعد بن عجيان صدرت الأوامر على شاهين بالفعل، شاهين وسعد بن عجيان المري. ولكن ثاني المراكز وصل هنالك مبعد بالفعل مبعد وجابر بن محمد بن جوير، ولكن هنالك الله الله شاهين وسعد بن عجيان المري 200 متر اخيره 200 متر وصل هنالك وصل في الامتار الاخيره الامتار الحاسمه. من هو حسمها؟ شاهين ولا مبعد؟ شاهين ولا مبعد؟ مبعد ولا شاهين؟ ولكن شاهين بالفعل وسعد بن عجيان المري. تهانينا لمالك شاهين وسعد بن عجيان المري. المركز الثاني كان من نصيب مبعد وجابر بن محمد بن جوير، المركز الثالث
المركز الثالث كان من نصيب المتحد جمعة الكباشي. تهانينا لجميع الفائزين مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء في كل مكان. ساعة وصول هنالك شاهين لسيد سعد بن عجيان، قطع مسار 3 كيلومترات في زمن وغدره 4:44.87. جزء تهانينا لك يا مالك شاهين سعد بن عجيان المري. مشاهدينا